انا بحق انا من صراحه الاب ديالي الله يرحمه كان من الجنود الجنادين اللي مشاو شاركوا في الحرب العالميه من طرف النداء ديال الملك محمد الخامس رحمه الله. والاب ديالي نجا باعجوبه من محاوله ديال القتل، ولكن كان بالنداء ديال محمد الخامس. يعني ولما لا، نحن مواطنين كذلك مغاربه من طنجه الى القويره تنقولها وتنعاود ناكدوها بانه جنودا مجندين وراء صاحب الجلاله القائد الاعلى للقوات المسلحه الملكيه قلبا وقلبا وروحا. ومن غدا حنا مستعدين نقوموا بمسيره، وانا من الناس اللي كيطالبوا بمسيره سلميه ثانيه محمديه، مسيره سلميه ثانيه محمديه من من من, من طنجه الى القويره لتشطيب هذه الصحراء من هذه الطفيليات، هذه الجرثومه الخبيثه الذي صراحه اللي عانى مع الشعب المغربي وخاصه الجيش المغربي لمده 50 سنه. نحن كجنود مغاربه من مدينه الصويره يعني، والحمد لله واحد مجموعه ديال الجنود ومن اكبرهم القائد من القياده ديال العسكري المغربيه من كينتمي لهذه المدينه الصويره، يعني كان في الجيش المغربي، وهذا فخر لنا كمغاربه كصويريين بانه واحد من القوات الكبار الجنات ديال مدينه الصويره اللي كاينين في الحدود وكاين تبارك الله عليهم. احنا مستعدين مره اخرى باش حنا كجنود، حنا مسيرة سلمية ب 700,000، ممكن نديرو 700,000 ندوبلو مسيرة خضراء ديال 350,000 ديال الحسن الثاني، بين تكون مسيرة ديال محمد السادس إن شاء الله سموها المسيرة المحمدية ب 700,000، وحنا مستعدين كامل الاستعداد يعني للقتال والحضور إلى يعني محاربة هذا المرتزقة المفاسدين. وتحية نضالية للجنود ديالنا المجندين اللي كاينين في الحدود، وأنا من القلب ديالي راه كتبت لهم عدة رسائل عن طريق فيسبوك وتنحييهم وتنقول لهم ديما يدكم على الزناد، لأنه المرتزقة خطيرين وهما يعني يتقنون حرب العصابات. وتحية للجميع، عاش جلالة الملك، شعارنا الله الوطن الملك من مدينة الصويرة. أكيد مستعد أنني نمشي نجاهد في سبيل الوطن، لأنه أصلا جدودنا ووالدينا كانوا في المسيرة الخضراء مع المرحوم الحسن الثاني طيب الله وطراه، وأكيد نحن مجندون، إحنا ووليداتنا وعائلتنا كلها أننا نمشي نحاربوا ونجاهدوا في سبيل صحرائنا لأنها هي صحراء مغربية. يا أخويا إحنا مستعدين نمشوا نجاهدوا في سبيل الوطن ديالنا، علاش اخويا هاد الحقره هادي دايرين لنا هاد الجزائر؟ هادشي اللي كاين اخويا اللي ليها عليها. من طبيعه الحي اي مغربي حر ما يقدرش انه يتخلى على الدفاع الشرعي على اللوحه الترابيه للمملكه. اذا الى بالامس جدودنا قاوموا للاحتلال الفرنسي والاحتلال الاسباني، وكانت مسيره خضراء مسيره شرعيه شرفيه من اجل توحيد المملكه المغربيه واستعاده الاراضي ديالها. فاليوم الاحفاد نتاعهم ما يمكنش يتخلاو على هذا العهد. هذا صحراء مغربيه حقيقيه وتبقى مغربيه تحت رعايه صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله، وشعارنا الله الوطن الملك، وحنا مستعدين بالنفس ديالنا بولادنا وكل شيء باش نحرروا الصحراء ديالنا. ولا كانت في مسيره مجدده اخرى حنا مستعدين نكافحوا ونمشوا لهذيك المسيره ونجروا على ذوك الاعداء الوطن البوليزاريو. ما تعترفوا على البوليزاريو ولا شي حاجه اخرى، تعترفوا بنا صحراء مغربيه وستبقى مغربيه ان شاء الله. انا مستعد ان اكون في الصفوف الاماميه مع ابناء الصويريين في جهاد هذا الوطن، وانا مستعد ولكم الشكر الجزيل. اليوم كشباب ضروري نلبوا نداء الوطن من اجل نكونوا جنود مجنده وراء صاحب الجلاله وكذا وراء القوات المسلحه الملكيه من اجل تصدي الاعداء الوطن. الراي ديالي كمواطن مغربي وكشاب من شباب الوطن، ضروري خصنا نكونوا يد واحده من اجل الوقوف وجه اعداء الوطن وامام جبهه البوليزاريو اللي هي كيان وهمي من تيطالبوا بعض المطالب اللي هي خياليه. الصحراء المغربيه والمغرب في الصحراء، ايوا الصحراء داخل الوطن ديالها الحبيب هو المغرب الحمد لله. اكيد انا من هذا المنبر من منبر ديالكم قناه الدار كنهني القوات المسلحه الملكيه وكذلك صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله، وحنا كنقولوا لي حنا معكم بقلوبنا وما هو اكثر. الا كنتم محتاجين ابناء الشعب فانا مستعد كل استعداد انني نكون في الصفوف الاماميه في 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 الجهاد وفي اذا اقتضى الحال الحرب من اجل الوطن فانا مستعد، وشعارنا هو الله الوطن الملك.
والمنطقه ديال كركارات هي منطقه اللي هي نزوعه السلاح منذ الاتفاقيه تاع 91. وحنا كنعرفوا بان المغرب عنده علاقات دبلوماسيه اللي هي جد قويه، وان تقريبا 80% من دول العالم تعترف بالشرعيه ديال الاراضي الصحراويه وانها تابعه للمملكه المغربيه الشريفه. ولكن اليوم المرتزقه ديال البوليزاريو بالمسانده ديال دوله الجزائر اللي صراحه فشلات لا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا في التواصل مع الشعب نتاعها، فاليوم من بعد ازمه كورونا داخل الجزائر فكيحاولوا انهم باش يفرغوا هذاك الكبت تاعهم، انهم كيحاولوا انهم يخلقوا مشكل مع الدوله المغربيه اللي فاتهم لا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا صناعيا وفرضات الوجود نتاعها والتواجد نتاعها في المنطقه. القضيه ديال الكركارات لا هذوك لا دايرين بحال بحال الفيران، غير وصلوا الناس الجنود ديالنا الله ينصر سيدنا وهما يعيطوا الجبد، شي تيدخل الحفاري شي تيغوط شي تينقز، ما لنا على هاد المسائل، هادشي اللي كاين. واخيرا انا اقول الصحراء في مغربها والمغرب هو صحراؤنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.